هاو في بالك هاو في بالك. مرحبا، وين نمشي نقضي مصلحة تلقانا المواطنين لوموا على العوان، شبيه مش مزروب، شبيه يتكلم في التليفون، وشبيه يقوم من كرسيه. متصورين انه العون هذاك ماكينة ولا محراس عربي؟ وزيد تلقانا نطلبوا منه في طلبات اصلا مش من اختصاصه. وفي المجال هذا حبيت نحكي على جملة من المصالح، منها الولاية والوالي واختصاصاتهم. والولاية هي جزء من التراب التونسي، تعملت باش تقرب الخدمات للمواطن، والوالي ممثل رئيس الجمهورية في المنطقة الترابية هذيك، ويساعدوه بطبيعة الحال معتمد والعمدة وبرشا موظفين أخرين. ونقول عليها إنها جماعة عمومية محلية، معناها عندها اسم وتاريخ إحداث، وعندها زادة مواد مالية خاصة بها، وسكانها عندهم استقلالية على السلطة الإدارية المركزية بالعاصمة تسمح لهم تسيير شؤونهم المحلية. وفيها مجلس جهوي هو اللي يسير شؤون الولاية ويشرف عليها ويتصرف على ممتلكاتها ومكاسبها، وهو يتركب من والي كرئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات ورؤساء المصالح القروية بالجهة. والوالي عنا يخضع لسلطة وزير الداخلية، أما المجلس الجهوي مستقل على الوزارة، يتصرف في ميزانيته الخاصة. والجمهورية التونسية فيها 24 ولاية وتتوزع على 6 مناطق تنمية يسميهم. عنا منطقة الشمال الشرقي فيها 7 ولايات، بنزرت، تونس، أريانا، منوبة، بن عروس، زغوان ونابل. والشمال الغربي في 4 ولايات، هي جندوبة وباجة والكاف وسليانة. والوسط الشرقي في 4 ولايات زادة، سوسة ومستير والمهدية وصفاقس. والوسط الغربي 3 ولايات، قروان والقصرين وسيدي بوزيد. والجنوب الشرقي 3 ولايات، جابس ومدنين وتطاوين. والجنوب الغربي 3 ولايات، قفصة وتوزر وذبلي. وكل ولاية تنقسم المعتمديات اللي هي مقسومة العمادات. والولاية عندها واجبات نحو المواطن، وهي متعلقة بالتجهيز والإنعاش الاقتصادي وبالتنمية الزراعية والسياحية والصناعية. بالتالي عندها نحو المواطن واجبات إدارية وأخرى تنموية. ومن الواجبات الإدارية متاحة إنها تتدخل في المجال الترتيب، من صلاحية الوالي اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات والقرارات في بعض المجالات. شنية هي؟ هي الطاقة والمناجم، الفلاحة والموارد المائية، البيئة، الأمن، الحفاظ على صحة المواطن، الحفاظ على أمن المواطن، الحفاظ على راحة المواطنين، الحفاظ على سلامة المواطنين، والحفاظ على سلامة البيئة. وعندها زيادة واجبات تنموية تتمثل في مجال الاستثمار في المجال العام والمجال الخاص. وفي المجال الخاص تنجز المشاريع المتعلقة ببعض المجالات كيما التجهيز والإسكان والمواصلات والتربية والتعليم والصحة العمومية. وفي المجال الخاص زادة تعمل على مساعدة على البعض المشاريع الخاصة وإسناد الرخص وغيره، ما للإدارات مختصة وعندها إمكانيات وميزانيات وأولويات وتراتيب قانونية. هذاك علاش ما نجموش نطالبوا الشخص ولا الهيئة اللي مش من اختصاصها. ما لولايتي في البرنامج هذا وفات، وإن شاء الله نهاركم فل وتذوقوا من الغلة الكل، وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.